لو اتكلمنا من اخر اعمالك منورة باهلها، المسلسل اللي يمكن اثار جدل كبير ووقت عرضه على منصة، ودي حاجة لو بدأت فيها هي حاجة عليها خلاف اصلا من بعض المخرجين، وخدت يمكن مناقشات طويلة ما بين الرفض وما بين الموافقة. فبتشوف ازاي الاول دخول المنصات بشكل كبير مصر مؤخرا؟ انا رأيي المستقبل هو للمنصات. اذا كنا بنتكلم عن التلفزيون، التلفزيون اتغير منصات، يعني انت اللي بتشهده دلوقتي هي موت المحطات التقليدية اللي هي بتعرض لك في معاد معين باعلانات مش عارف ايه. انت هنا عندك كنترول كامل، انا هتفرج عليه امتى وقد ايه، انت متحقق علاقتك. احنا بنتكلم تلفزيون مش بنتكلم سينما، دي حاجه ثانيه خالص. فده في حد ذاته يعني ايه. تعالى نتكلم النقله بالنسبه لي او الصدمه، يمكن ان انا راجل سينمائي بعمل مسلسل، مش هل ده المنصه ولا لا. صحيح. متهيألي ده ساعتها بري اللي عمل مسلسلات، فاسبندر عمل مسلسلات، سكورسيزي عمل مسلسلات، فينشر عمل مسلسلات. ايه اللي بيديني المسلسل؟ اللي بيديني المسلسل اللي السينما ما في حاجه. الفيلم ساعتين ثلاث ساعات، باب الشمس خمس ساعات ونص، بس كان جزئين مثلا. المسلسل بيدي لك مساحه رهيبه جدا انك انت تعرف تحكي. وانت شفت منورة باهلها في ثانيه حشو، لا ها سرد كومبلكس جدا مركب جدا، وانا بالنسبه لي مسلي جدا. يعني سيناريو خرافي، ما رحتش عملت مسلسل مش حاسس ان في صله بيني وبينه حقيقي. يعني مرسيدس لو كنت يعني لو ما كانش فيلم في الصناعي ده، شو كميه الحواديت اللي موجوده في مرسيدس والشخصيات اللي موجوده، لو كنت قدرت احكي. يعني اول حاجه فكرت فيها لما قلت انا عايز، يعني كان ان انا عايز اعمل مرسيدس 2020 او 2022. لواحد صاحبي امريكاني قال لي مش الدودة، مرسيدس مهم جدا بالنسبه لناس كتيره هنا، يعني هنا وبره. ارجع مرسيدس في بوتنشال بتاع مسلسل كبير. بعدين محمد امين راضي راح مديني هذا الشيء اللي هو حقيقي، يعني سرد شديد التعقيد، مركب جدا، شخصيات بتبص للشخص.